بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لمن قدر خيرا وكمالا، والشكر لمن صور حسنا وجمالا، والصلاة والسلام على أكمل البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أعزائي الحضور، مرحبا وأهلا بكم في ديوانيات مركز حي المسفلة، هذه الديوانيات التي تسعى نشر الوعي والثقافة والمعلومة في المجتمع أجمع. نسعد بكم ونرحب بصوت واحد جميعا بسعادة الأستاذ نايف بن هادي عسيري الذي سيصحبنا في هذا اللقاء المتميز بعنوان الذكاء العاطفي. الأستاذ نايف بن هادي عسيري مدرب معتمد في الصحة ومدرب معتمد في التميز وفي الخدمة، وهو أخصائي إدارة مستشفيات والمدرب الموهوب في صحة مكة، طالب ماجستير إدارة أعمال ورئيس وحدة مساندة المريض بصحة مكة المكرمة. مرحبا بكم سعادة الأستاذ نايف. يا أهلا وسهلا فيكم. اليوم أنا سعيد بوجودي معاكم بين الأوساط الناس اللي حابة أنه تخدم بلدها، تطوره، تدعمه، توعيه. فأنا شاكر لكم مبادراتكم مركز حي المسفلة، يعطيكم العافية. الله يحييك، يا مرحبا، نورتنا بصراحة هذه الطلة. أسأل الله ألا نعدم أمثالكم، ومركز حي المسفلة بصراحة يتشرف بظهور سعادة الأستاذ نايف بين كوكبة من كواكب العلم الذين ينشرون هذه التوعية للمجتمع. الشرف لي، الله يسعدك. طيب بداية سعادة الأستاذ، نعم، المطلع على هذا العنوان يتبادر إلى ذهني الوهلة الأولى أن الموضوع ربما يتعلق بجانب الرومانسية أو هذه الأفعال، لكن إن شاء الله ستتضح للجميع أنه أكثر من ذلك بكثير. ف لكم المايك، تخوضون في هذا البحر ونحن نستمع إليكم. إن شاء الله في الساعة القادمة راح نفرق إيش هو الذكاء وإيش العاطفة ونربط بينهم كيف، ونشوف هل هم فعلاً اللي هو معناه الرومانسية والكلام هذا. فهذه كلها حتبان إن شاء الله في الساعة القادمة. طيب مرحباً، تفضل. قبل ما حنبدأ اللي هو اللقاء هذا حقنا، حبيت أني أرحب بالحضور بطريقة أهل مكة، طبعاً معروف عندنا لازم الجسيس والكلام هذا، فمحضر لهم كده مقطع بسيط. أكبر، الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله، تفضل. أهلا وسهلا بمن حلوا بوادينا، أهلا وسهلا بمن حلوا شرفتم الدار وازدانت لياليه. أهلا وسهلا بكم يا قوم قد شرفت، لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور بهم، يا سعدنا اهدينا، غنت لكم لغة الأشعار شاكرة، غنت لكم لغة الأشعار شاكرة، والكل رحب أنغاما وتلحينا.
نوح الحمام نوح الحمام وأصوات لشادينا وختامها صلوا على المختار سيدنا وختامها صلوا على المختار سيدنا ما زال جمع وهنان المهنون ما زال جمع وهنان المهنون. اهلا وسهلا بمن حلوا بوادينا، شرفتم الدار وازدانت ليالينا. معكم اخوكم نايف هادي عسيري، مدرب معتمد ومدرب معتمد في التميز والخدمه، مدرب الموهوب بصحه مكه واخصائي اداره مستشفيات، طالب ماجستير في اداره اعمال في جامعه ام القرى، اعمل في اداره تجربه المريض بصحه مكه المكرمه. حنكون ان شاء الله اليوم معاكم في الساعه هذه، حنحلق مع بعض في طائرة نسميها اللي هو رحلة اللي هو الذكاء العاطفي، وراح نتعرف مع بعض ما هو الذكاء العاطفي وإيش أهميته ونفسر كل كلمة من معاني الذكاء العاطفي. طيب، بداية هذه المحاور اللي راح نتناولها في هذه الدورة، راح نتكلم على أنواع الذكاءات المتعددة، راح نتعرف على مفهوم الذكاء العاطفي، وراح نتعرف سوية على أهمية الذكاء العاطفي لنا في بيئتنا، وإيش هي عناصر الذكاء العاطفي اللي بيها بوجودها نحن نقدر نكون ذكاءنا العاطفي نسبة كبيرة. طيب، في بداية الأمر يوجد عالم اسمه هارت جوردن، في بداية أو في الثمانينات ألف اللي هو نظريته اللي هي حقة الذكاءات المتعددة، وصنف إنه الذكاء بيقول إنه ما هو نوع واحد فقط زي ما أشيعت له سابقاً، ونحن كلنا بنسمع إنه والله الآي كيو حق ولدي، الآي كيو حقي أنا مرتفع منخفض، أنا أينشتاين الآي كيو حقه مرتفع، ما في حاجة اسمها الذكاء نوع واحد وخلاص. لا، الذكاء لدى كل شخص أنواع من الذكاءات، والشخص اللي بيكون عنده نوع من الذكاء نسبته عالية هو اللي بيبدأ يبان في مهاراته وفي قدراته. الناس اللي بنشوفهم مثلاً إنه والله متميز في البلاغة في الأشعار، هذا ذكاء العاط أو ذكاء اللغوي بيكون كبير. طب خلينا نتعرف أول حاجة إيش هي أنواع الذكاءات الثمانية اللي إحنا بنقول عليها موجودة في كل إنسان. أول حاجة عندي حكاية الذكاء المنطقي أو الرياضي. الشخص طبعاً هذا الذكاء هو عبارة عن الذكاء اللي بيكون صاحبه بيعطيه قدرة على التعامل في العمليات الرياضية، بيجي يحسب أصعب المعادلات وأصعب الأرقام في جزء من الثانية. بنشوف إنه بيحب إنه دائماً المواقف اللي فيها منطق والغاز هذه الأشياء لديه قدرة كبيرة على التعامل معها ويستمتع. طبعاً الناس اللي بنشوفهم ذكائهم عالي في هذا الذكاء بيتميزوا زي ما بنشوفهم في الناس اللي بيدخلوا المسابقات الرياضية حقت الرياضيات، اللي كده شوية الولد بتشوفه يقعد يسوي كده شوية يحسب أرقام ملايين الأرقام في دماغه ويديك الناتج صح. أيضاً عندي اللي هو تاني نوع الذكاء اللغوي. الذكاء اللغوي الناس اللي ذكائهم فيلو عالي بتيجي تلقى إنه عندهم القدرة على التعامل الجيد مع تكوين الكلمات، مع التعامل الجيد في إيصال رسائل وخطب واضحة وجميلة ومعبرة ومحفزة. فنيجي نلقاهم الناس اللي ذكائهم اللغوي عالي مثل الشعراء، مثل الخطباء، مثل الناس اللي موجودين في الدورات والمحاضرين، ما أقول كلهم لكن الأغلبية اللي بيكون ذكاؤه عالي في هذا الشيء هتيجي تلقى إنه مهارته في هذا الذكاء عالية وواضحة ويتميز بيها. ثالث نوع الذكاء الموسيقي.
الذكاء الموسيقي، الناس اللي عندهم مقدرتهم أو ذكائهم الموسيقي عالي أو هذا النوع، عندهم القدرة إنه يميزوا النوتات المختلفة في الموسيقى. بيقدر ممكن يغير يقول لك والله لا ترى في اللحن هذا بيفرق عن اللحن الفلاني بالتون الفلاني بالنغمة الفلانية، طب لو صلحنا التون هذا وحطينا تون تاني. ابنه سماحية، ابنه موسيقية، تلاقيه يمكن يألف لك أنواع كثيرة من الألحان ومن النوتات والمعزوفات. طبعا الناس المتفوقين في هذا الشيء بنشوفهم مثل الملحنين والناس اللي بيحبوا الغناء والكلام. الذكاء الجسمي أو ما يسمى بالحركي أيضا هو عبارة عن قدرة الشخص في التحكم عن جسده، في جسده. بنشوف الناس اللي ذكاؤهم عالي في هذا النوع من الذكاءات لديه القدرة إنه يتحرك، يعمل حركات بجسمه بشكل مروني بخفة. فجأة بنشوف لاعب الكورة، الكورة كانت أمامه فجأة ما عرف كيف نطت فوقه وشاطها براسه، كيف كده؟ ما أنت عارف. لديه ذكاء جسمي، يقدر يوظف جسمه ويتحرك بشكل مو طبيعي. أيضا الراقصين، الرقصات والراقص الباليه والأنواع المختلفة من الرياضات، نجي نلقى أنه ذكاؤه الحركة والجسمي عالي فيه. الذكاء الطبيعي، الناس اللي عندهم ذكائهم الطبيعي مرتفع، نجي نلقى أنه شخص مهتم، يحب الطبيعة، يعشق النبات ويعرف أنواعها ولديه اهتمامات في الحيوانات، في المخلوقات، في الشمس، في القمر، عنده استطلاع وحب استطلاع في هذه الأمور. فنيجي نلقى صب اهتمامه في هذا الشيء. نيجي نلقى بعض الناس المهتمين في هذا الشيء أو ذكائهم الطبيعي عالي، بتلقى راحة النفسية أو بتجي تلقاهم يتمثلوا في علماء الجيولوجيا، علماء اللي هو النبات، الأحياء، اللي بتدرس وتتلمس طبيعة الكائنات الحية المجاورة حتى طبيعة هو يستريح في هذه البيئة بشكل أكبر منها. الذكاء التأملي أو التخيلي، هذا عنده مقدرة إنه يتخيل الأشياء وهي ما هي موجودة. يعني مثلا تيجي تقول له والله أبغاك يا أبويا هذا تدير شقة فاضية، وأبغاك يا أبويا تفرش لي هذا الشقة بأفخم أنواع الأثاث. تيجي تلقاه يبدأ يتخيل لك فين الكنب، كيف شكله، إيش لونه، طب هحط أبجارة من هنا، أحط من هنا ستارة لونها كده ودنتيل ومش عارف إيش، وأحط من هنا دعاسة، لا وأحط كده حاجة من جهة المدخل من هنا. عنده تخيل واسع كبير. أيضا ممكن نيجي نلقى الناس اللي ذكاؤهم عالي في هذا الذكاء مثل المهندسين المعماريين، المهندسين حقون الديكور، الرسامين جدا خيالهم واسع، ممكن يتخيل لك رسمة أمامه وهو ما حط أصلا المرسم على الورق. الذكاء اللي بعده هو الذكاء المكاني أو البصري. الناس اللي عندهم مقدرتهم أو ذكاء، هذا هو عبارة عن أنه الشخص بيتميز فيه أنه لديه القدرة يعرف أماكن الأشياء عن طريق أنه والله بيشوف الجبل المعين، الوادي المعين، فيقول لك والله هو يدل أنه من هنا حنروح لهنا لهنا لهنا، حنوصل لوجهتنا، حنوصل لجدة، حنوصل لمكة. زي ما كان هذا مستخدم زمان ما كانت في شوارع مسفلتة ولا كانت في لوح ولا في أي حاجة، كان فقط الناس بتستدل عن طريق اللي هو التضاريس المناخية اللي حول الإنسان، فيستدل بأماكن فين اتجاهه، فين هو رايح، فين الطريق. أيضا عليه القدرة البالغة الكبيرة في الاستدلال بالنجوم، مواقعها، يعرف يفرق فين النجم القطبي، النجم مش عارف إيش إلى آخره. آخر نوع وهو المهم عندنا هنا أو هو نحن نتناوله في هذه الدورة بحول الله، الذكاء يسمى بعدة مسميات: الذكاء التفاعلي أو الاجتماعي أو الذكاء العاطفي. طيب هنعرج للذكاء العاطفي ونعرفه بشكل من التفصيل في السلايدات القادمة بإذن الله. طيب طبعا هذه الذكاءات الثمانية موجودة عند كل واحد، كل إنسان
عنده جزء أو نسبة من هذه الأنواع الثمانية. يعني مثلا على سبيل المثال نايف ذكاء المنطق الرياضي حتيجي تلقى مثلا والله لديه نسبة 20% أو لديه نسبة بسيطة. المستوى أو اللغوي الذكاء اللغوي حتيجي تلقى والله لا إنه لديه مهارات أو ذكاء لغوي أكبر، ممكن يكون يمثل نسبة 60%. الموسيقي ممكن يمثل نسبة معينة أقل أو أعلى. الحركي لا، أنا إنسان ما عندي مرونة ولا عندي أي حاجة. وقيس عليها كل أنواع الذكاءات. كل إنسان لديه هذه الثمانية أنواع، لكن الذكاء اللي بيبرز وبيكون عالي هو اللي حيبان في شخصية الإنسان، وهو اللي حيكون باين بشكل مهارة. زي الآن أنا مثلاً بكون مقدم لكم محاضرة على سبيل المثال، وبكون أوكي حتبان إنه ذكائي اللغوي أكبر من الذكاءات الأخرى، إن هو ده اللي واضح. أنا كمدرب باجي أتكلم قدام الناس، بأبدأ أجي أهرج، بأبدأ عندي مثلاً ملكة اللي هو استحضار الكلمات، الأشياء هذه. فتيجي تلقى إنه هذا الذكاء عندي مرتفع، عشان كده إنه باين أو إنه أنا المهارة هذه أنا مستغلها بشكل أيضاً مع الذكاءات الأخرى. من المهم إنه نعرف الذكاءات الثمانية هذه نحن بالإمكان إنه نزيد من نسبتها لدي، وممكن إني أخفضها. كيف أزيدها طيب؟ وكيف أخفضها؟ أزيدها عن طريق إني أنا أبدأ أتدرب، أبدأ أحضر دورات، أبدأ أثقل المهارة هذه والذكاء. على سبيل المثال الذكاء المنطقي أو الرياضي، أبدأ أحضر محاضرات أو كلاسات اللي هو حق الرياضيات، أبدأ أحضر وأحل معادلات رياضية كبيرة، أبدأ بشكل سريع أحلها المرة هذه في دقيقة، المرة اللي بعدها في 50 ثانية، في 40 ثانية، وأبدأ أحسب كل حاجة بالتدريب. ومع الوقت تبدأ إيش تتنمى وتزيد، وقيس عليها كل أنواع الذكاءات. حتى الإنسان، حتى الذكاء الجسمي، اللاعبين الكورة احنا بنشوفهم في البدايات بيكونوا لاعبين في الحواري، ما هو عارف حتى ممكن يضرب الكورة، لكن يبدأ يتعلم مع الوقت ويتعلم لين ما يصير ما بنشوفهم مثل الناس النابغة الآن اللي احنا بنعرفهم في مجال الكورة، مارادونا، مش عارف مين. أنا طبعا ما لي فترة مطلق الكورة فعشان قرب أنا عارف الأسامي الجديدة، لكن بنيجي نلقاه إن أنت لديك القدرة والمفتاح في يدك إنك تزيد اللي هو مستوى الذكاء لديك بالتدريب، بالتحفيز، بثقل المهارة هذه. طيب في عندنا اللي هو اختبار لمؤشر الذكاءات المتعددة، هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة حاطط لكم هي في تويتر. طبعا أنا الدورة هذه بقدمها لمدة 8 ساعات، فما حقدر يسعفني الوقت في الساعة هذه إني أخذ كل حاجة أو أستعرض، فحتيجي تلقوا إن شاء الله في تويتر في حسابي كما هو موضح لكم مجموعة من الأسئلة. على أساسها أنت بتبدأ تجاوب عليها وتحط أمامها الرقم المناسب للإجابة اللي أنت بتشوفها تناسبك للإجابة عليها، من ثم حتطلع لك نسبة. النسبة هذه راح تعرفنا كم نسبة ذكائك العاطفي، كم نسبة ذكائك الرياضي، كم نسبة ذكائك المنطقي، وهكذا في كل أنواع الذكاءات التمرين. طبعاً هذه التعليمات في بداية المؤشر. الرابط طب دقيقة أنا ححط لك حسابي في النهاية، حتلقوه أصلاً في السلايد لو تصوروها، حتلاقوه في تويتر. في تويتر على حسابي تدخل حتلقى في تغريدة موجودة الآن، أنا قبل الدورة حطيتها، حطيت باسم عنوان مؤشر اختبار أو اختبار مؤشر الذكاءات المتعددة للكبار. حتيجي تلقوا جميع هذه الاستبيانات، 10 أسئلة استبيانات، حتيجوا تلقوها بإذن الله موجودة الآن عندكم في الحساب. تنسخوها، تبدأوا تحلوها في ورقة على جنب، تحط الأرقام اللي تبقى في دفتر، بعدين تبدأ تجمع إجاباتك هذه أو الأرقام اللي راح تحطها في الجدول اللي دحين حوريكم هو. هذه طبعا مجموعة الأسئلة، وكل مجموعة مكتوب عليها أولا وثانيا ورابعا وخامسا إلى 10.
أبشر. دحين نحط الرابط تاني مرة. بعد كده هنا حنفرغ إجاباتنا. طبعاً الجدول الأول راح نفرغ إجاباته بشكل عمودي ونحط أولاً هنا جميع الإجابات بالأرقام زي ما وضحت، وثانياً تنقلها بشكل عمودي، وثالثاً إلى عشر. بعدين في النهاية تبدأ تجمع جميع الأرقام اللي أنت رصدتها بشكل أفقي في العمود حق المجموع. حتلقوا في نوع من التفصيل إن شاء الله في تويتر، وإذا أي في أي مناقشة ولا أي حاجة مرحبا بكم، عندكم اللي هو الحساب في تويتر مكتوب أسفل الشاشة. أبشر حكتب لكم مرة تاني. طيب أنا أرسلت لكم اللي هو التويتر حقي، أدخلوا تابعوني وحتلقوا في التويتات غردتها قبل يمكن 10 دقائق، حتيجوا تلقوا جميع عدد الاستبيان موجود هناك، حملوها نهاية المحاضرة وتناقشوا معايا في النتائج. مرحبا بكم، يشرفني هذا الشيء. حنتناقش في تويتر إن شاء الله عليها، عشان ما أنا خايف إنه إيش ياخذ وقت الدورة. طب نستكمل بعد ما اللي هو الله يسعدك يا أفنان، شكراً أديتيهم الرابط. طيب خلينا نستمع كده مع بعض عن الفيديو هذا، بيتكلم بشكل مختصر أيضاً عن الأفكار كلها اللي أتناولناها عن الذكاءات المتعددة وإيش أهميتها وإيش الفلسفة الآن الحديثة اللي تدعو لها. اختلف علماء النفس منذ القدم منذ القدم فيما إذا كان النبوغ والعبقرية في الإنسان موهبة أم أنه أمر يمكن اكتسابه. وقد كان يعتقد سابقا أن الذكاء الحاد والعبقرية نتاج جينات وراثية خاصة، بل لا يرون أن الأداء العبقري في أي مجال يمكن اكتسابه. ولكن العلم الحديث والأبحاث والدراسات بدأت تظهر لنا عدم صحة هذه النظريات، وأن أي شخص يمكنه تحقيق الأداء العبقري في المجال الذي يحب إذا عمل فيه بما يكفي لتحقيق ذلك. تعرف العبقرية بأنها تمتع المرء بقدر عالي من الذكاء يساعده ويهيئه على تحقيق إنجازات باهرة في مجالات لم تستكشف بعد، وبذلك فهي تؤمن بعبقرية المتعلم وقدرته على الابتكار والإبداع إذا روعي نوع الذكاء الذي يتميز به وتم التركيز عليه والاستثمار فيه. واستحدثت أنواع جديدة من الذكاءات مثل الذكاء العاطفي والذي تحدث عنه دكتور دانيال كولمان، وهو القدرة على حث النفس وتحفيز وتنظيم الحالة النفسية ومنع الأسى والألم من شل قدرة التفكير والقدرة على فهم الآخرين والتعاطف والشعور بالأمل. وهناك الذكاء الروحي، وهؤلاء وجوههم يعلوها صفاء وروحانية من نوع خاص، يشعر الناس بارتياح مجرد النظر إليهم، أمثال القادة والزعماء الروحانيين وبعض رجال الدين الذين لهم تأثير قوي على أتباعهم، ليس بلاغة ولا فصاحة ولا قدرة على الحوار، وإنما بما تشع به قلوبهم من نور وحب وطاقة إيجابية خيرة. دراسة أخرى قام بها عالم نفس، فقد قام هو وزوجته بتدريب بناته الثلاث على لعب الشطرنج حتى أصبحن كلهن
أفضل 10 من أبطال العالم في الشطرنج، مثبتا أن التدريب وحده يمكن أن ينتج عباقرة في مجال معين. تبين الدراسات أن الطفل يحتاج إلى عامل رئيسي ألا وهو الرغبة الجامحة في التفوق، وهو شعور قد ينمو لدى الطفل أثناء الساعات المكثفة التي يبذلها للتدريب في موضوع معين. أي شخص يمكن أن يصبح مبدعاً وعبقرياً إذا اختار تخصصاً يحبه وتدرب 10,000 ساعة عليه. وبذلك فالقاعدة تؤكد أن أي إنسان إذا استطاع أن يحدد أي نوع من الذكاء يمتلك، من الشروط الأساسية لتحقيق العبقرية أن يفهم الإنسان ذاته ويعرف إمكاناته وأي نوع من الذكاء يتميز به عن غيره. فالإعاقة الحقيقية للإبداع والعبقرية هي إعاقة فكرية نفسية، هي الجهل بقدرات الإنسان وملكاته الطبيعية والتقاعس عن الاستثمار في تلك الملكات والمواهب الفطرية. لقد تعودنا في المدارس أن نعطي تقديراً مرتفعاً للطالب المتميز في قدراته اللغوية والحسابية، ولكن أين ذهبت بقية الملكات والقدرات الذكائية؟ قتلناها فيقعون في الفخ الداخلي وهو التركيز على نقاط الضعف لإصلاحها، ويتجاهلون نقاط القوة والاستثمار فيها. لقد شاءت حكمة الله أن يخلق الناس متنوعين وأن يخلق في كل نفس قدرات مختلفة، وهذا يعطي الحياة ثراء ونماء وتفاعلا وتكاملا. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولذلك جعل الله أوجه الذكاء متعددة ويسر كل إنسان بما أودعه من ملكات مميزة. الإبداع مشروط لمعرفة الإنسان نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومعرفة إمكاناته وملكاته ومواهبه التي حباه الله إياها، وتكريس الوقت الكافي لصقل هذه المواهب الفطرية وتحويلها إلى إبداع وإلى عبقرية. طيب، هذا كان كفيديو مختصر عن أنواع الذكاءات اللي احنا تحدثنا عنها سابقاً. الآن نستكمل اللي هو محاور دورتنا. في بداية الأمر بيقول أرسطو: كل شخص من حقه أن يغضب، هذا أمر سهل، ولكن أن تكون غاضباً مع الشخص المناسب وبالقدر المناسب وفي الوقت المناسب وللسبب المناسب وبالطريقة المناسبة، فذلك أمر ليس سهل. هذه مقدمة عن الذكاء العاطفي. إيش هو الذكاء العاطفي اللي نحن بنتكلم عليه من أول؟ وبيقولوا بعض الناس إنه هو الرومانسية والكلام هذا. في أفكار كثيرة خاطئة، وفي جانب من الصواب ممكن كثير مننا بيكون في أذهانه. لكن خلينا سوية نعرف مع بعض ونقول. نقول الذكاء العاطفي كما عرفه اللي هو بيتر وجون مايا، الذين أسسوا أول من بدأوا في التسعينات القرن هذا بلفظ أو استخدام لفظ الذكاء العاطفي أو مصطلح الذكاء العاطفي، وعرفوه بأنه هو عبارة عن القدرة على مراقبة الفرد لمشاعره. أكون أنا عندي قدرة لمراقبة مشاعري، متى أنا زعلان، متى أنا أكون سعيد، متى أنا أكون فرحان، متى أنا أحس بالألم وبالجوع، وعندي قدرة أني أراقب أيضا مشاعر الناس اللي حولي وأمامي، وأقدر أفرق بين مشاعري وبين مشاعر الناس. مو شرط أنه أنا لازم أكون زعلان أنه لازم الناس اللي حولي تكون زعلانة، لا، لازم أفرق بين مشاعري ومشاعرهم، بحيث أنه ما يكون مشاعري السلبية تطغي وتأثر على مشاعر الناس اللي حولي.
واستخدم ذلك للتوجيه إلى السلوك الصواب أو الصحيح اللي أنا حابب أني أوصله. هذا كده تعريف اللي هو الذكاء العاطفي بشكل مختصر. عناصر الذكاء العاطفي، هنا هنالك 4 عناصر مهمة يجب أن تكون لدى كل شخص متواجدة ومتعارفة، حتى إيش يكون هذا الشخص نقدر نقول إنه هو يمتلك ذكاء عاطفي. إيش هي؟ أول حاجة لازم تتعرف على العواطف، فهم العواطف، التحكم في العواطف واستخدام العواطف. إيش يعني هذه العناصر؟ حنتعرف كده مع بعض بشيء من التفصيل عن كل عنصر من العناصر. أول حاجة التعرف على العواطف. التعرف على العواطف هو عبارة عن أعرف الشخص، يعرف إيش هي مشاعر الزعل، الحزن، الكآبة، الغضب. والله أنا لما بشوف المشاعر هذه على وجه شخص، إيش التعابير اللي على وجهه، إيش لغة جسده بتمثلها مشاعر الغضب، مشاعر الإنسان السعيد، مشاعر الإنسان الزعلان. فإيش التبعات اللي حتيجي على وجهه، إيش اللي حيترسم في لغة جسده؟ هل والله لما بيكون يعني الإنسان سعيد إيش حنشوف عليه من تعابير وجه؟ حنشوفه كده مبسوط. بعكس إنسان مثلا إنه والله هو تعيس أو زعلان، في تعابير وجهه تأقلمت مع المشاعر. فإذا أول خطوة لازم أنت تعرف المشاعر والعواطف هذه اللي حولك كيف تتمثل على وجهك، على وجه الإنسان اللي أمامك، عشان تقدر تقول والله هذا إنسان سعيد، هذا إنسان غضبان، هذا إنسان تعيس. طبعا القدرة على التعرف على العواطف لي مجموعة من الفوائد، منها إنه بيديني القدرة على الحكم والقرار الصائب والصحيح. أعرف من جراء إنه والله أنا عرفت هذا الإنسان زعلان غضبان، فأتحاشاه، ما أجي أكلمه الآن مديري والله أنا شايف وجهه مخنفس وزعلان كذا وغضبان، أجي أكلمه دحين أقول له أبغى أستأذن، بسم الله يطردني. توجه للسلوك المفضل، توجيه للسلوك المفضل بتخليني أنا أختار أنا إيش السلوك المفضل عندي. إذا أنا والله الآن أنا عارف نفسي إنه أنا زعلان، تديني شعور إنه أنا كيف أقدر أخرج من المشاعر هذه لسلوك آخر أكون أنا حابه، إني أكون سعيد بدل ما أنا أكون زعلان. تقليل الكآبة ومواجهة الضغوط، معرفة ما يحب الآخر وما يكره. لما أنا أشوفه والله هو زعلان، إذا أنا عرفت هو الآن ممكن في مود إنه ما حيتقبل أشياء معينة. تحقيق أهدافك الخاصة، طبعا في عملية الإقناع، توصيل الرسالة. طبعا عندنا في مهارات التواصل في حاجة يسمى المرسل والمستقبل، وتقع مسؤولية الرسالة على عاتق الشخص المرسل، لأنه هو اللي بيقيم الوضع، هو اللي بيقيم الشخص هذا اللي أمامه كيف ممكن يستقبل الرسالة بالطريقة الصحيحة. فإذا كان غضبان، هل أنا الآن رسالة حتوصل له بالطريقة الصحيحة، ولا إنه في أساليب لازم أهديه ولازم مش عارف إيش وأوصل له الرسالة بطريقة صحيحة. هذا أول عنصر، وهذه مجموعة من الفوائد للعنصر الأول. عنصر الثاني وهو فهم العواطف. إيش هو فهم العواطف؟ كيف نفهم العواطف؟ بعد ما أنا تعرفت في البداية على حكاية اللي هو العاطفة أو مشاعر أو تعابير الوجه تعني هذا الشخص إنه هو سعيد، ففهم العواطف أو في العنصر الثاني بيعطينا المقدرة إنه نفهم العاطفة هذه أو هذه المشاعر إيش ممكن تسبب فسيولوجية في الإنسان. إيش ممكن والله إنه والله أوكي هو عشان سعيد اليوم نشيط ويقدر ينتج، عشان كده هو حيقدر يشتغل كويس بفعالية، وممكن يفزع لزميله دا ودا ودا. لا هو اليوم غضبان زعلان، وجهه زعلان أو تعبان. طيب أوكي، لما حفهم أنا العاطفة هذه حفسر إنه أيوة لما حيكون هو زعلان إذا بهذا الشكل حتكون ماله نفس الدوام، نشاطه منخفض، ما حيقدر ينتج لي بطريقة فعالة. إذا أنا تفهمت العاطفة هذه إيش ممكن بتعمل من آثار
فهم العواطف هو أشبه بقاعدة نحن نحوية أو في اللغة العربية، خلينا نشبهها كده باللغة العربية، خلينا نقارن بين حكاية التعرف العنصر الأول، التعرف على العواطف وفهم العواطف، بأنه نقول أنه في التعرف على العواطف هو بيشبه التعرف الإنسان وتعلمه اللغة العربية، فيتعرف في البداية ويتعلم على الحروف الهجائية ألف باء جيم تاء، لكن فهم العواطف بيكون هو الحاجة المفيدة أكثر، بيبدأ أنت تركب فيها جمل مفيدة وكلمات مفيدة تقدر تطلع بها عبارات منمقة وحاجة توصل للناس وتستفيد منها. ففهم معرفة العواطف هذه ممكن فائدة لك أنت داخلك، لكن فهم العواطف هذا الشيء اللي حيبدأ يستمد من ردات فعلك. يعطينا فهم العواطف الأهداف أو الفوائد التالية. أول حاجة بيخلينا ندرك العواقب، لما أنا أفهم والله إنه الشخص هذا زعلان، هذا غضبان، فممكن إنه والله الآن إنه حيصحح أوراق اللي هو الطلاب عنده في الجامعة أو في المدرسة، فحيمكن يصححها بشكل مو كويس، حيقعد بالملي لكل واحد، حيرسب الفصل كله. أبدأ لا ما حاعطيله الإجابات الآن، بعدين أبدأ أقدم له إجابات ويصحح بعدين في وقت تاني، لأنه ممكن العاقبة إنه حيضر الناس بسبب مشاعر الآن. إيجاد الأعذار للآخرين، أنا حعذر والله زميلي اليوم إنه اليوم زعق علي، كانت ردة فعله مو كويس، أنا ما سويت له شيء. أوكي لا، هو بمر بحالة زعل، بحالة اكتئاب، مضغوط نفسيا، عنده مشاكل في البيت، عشان كده هو زعلان، فإنه بسبب الزعل حتكون في ردات فعل زي كده مفاجأة، حيكون إنسان أجريسيف كده منفعل بسرعة. فوجدت أعذار للناس اللي حولي، منع الفرد من الخطأ، فهم أشمل للصورة الكلية. العنصر الثالث هو التحكم في العواطف. أول حاجة كان عرفت إيش هي العواطف، عرفت أنا والله إيش تمثله الإنسان اللي بيكون مبسوط وسعيد، إيش تمثله من تعابير وجه، من لغة جسد. الشيء الثاني اللي بعد كده، العنصر اللي بعده، قلنا فهم العواطف، فهمت إنه والله الإنسان السعيد ممكن حيكون إنسان أكتف، إنسان أنرجي، عنده طاقة، بيقدر يشتغل، بيقدر ينتج، مبسوط وسعيد ويأخذ كل حاجة بسعة صدر. فهنا أجي في العنصر الثالث في التحكم في العواطف، كيف أنا والله هذه السعادة يعمل فيها تحكم، بحيث أنه ما يكون والله أوكي حاجة أوفر، يكون مستوى إثارته جدا عالي، فتجي تلقاه يشتغل أشياء كثيرة مرة ويتعب نفسه ويهلك نفسه، ولا أنه نبغى يكون مرة متدام يعمل فيها تحكم. لأنه بعض الأوقات الإنسان لما يكون جدا سعيد يوعد الناس ويقول له أبشر على خشمي على حاجة هو ما يقدر يسويها أو فوق طاقته، يجي في يوم تاني ما يقدر يسويها. التحكم في العواطف حيعطينا الفوائد التالية، مثل السيطرة على الإثارة. عندنا الإثارة، الإنسان زي ما قلنا يكون مثلا أم العيال دوبة في البيت، طاب خلي تحبها قلبك بس، وتجي تشتغل لك في هذا الوقت، تجي تقول لك يا ابو فلان ايش رايك دحين تودينا السوق، والله الباقي لي كده، ما اشتريت كده ولا اشتريت كده، وصحباتي اخر بس، وانت حضرتك مره مبسوط تقول ابشري على خشمي، والله لا اوديك اشتري لك احسن فستان. وعدتها، انتبه لا توعد اي انسان ولا تتخذ اي قرار وانت جدا في قمه فرحتك او حتى في قمه اللي هو تعاستك، فهذه الحالتين حتكون أكثر نقطتين في الإثارة. أيضاً من الفوائد مخاومة الإغراءات والإحباطات. الآن أنت مثلاً والله حطوا أمامك أكل وأنت عامل رجيم، لازم تقاوم هذا الإغراء وأنك تأكله عشان لا تخرب على نفسك رجيمك هذا، فلازم أنك تعمل مقاومة لعواطفك. تعامل مع الاستفزاز وكبت الانفعال، انت لما تعرف تبدا تتحكم في عواطفك ما حد حيقدر يستفزك ولا يوقعك في الغلط. يجيك واحد في 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 دوامك هو اصلا مزعل مع اهله في البيت ولا اي حاجه برا البيت، وجاك في دوامك ويبغى يستفزك،
هو معصب ويبغى الناس كلها اللي حوله كمان تعصب وتولع. يا سوسو ممكن انت تبدا ايش تتفاعل معاه، هذا الشيء يخليك انت توصل لحاله انه وقعك في الغلط. الحلوين انه ما ادري مين اللي فاكك المايك وشكله بزم حرمه ولا ايش، افتكر العشاء. اسمع افتكر العشاء بعدين. عندنا حكايه ايضا من الفوائد لهذا العنصر التصرف الصحيح بطريق اللي هو انك تتعامل في المواقف بطريقة صحيحة مع الأمور، ما تشخصن أي أمر مع أي أحد، تبدأ لا إنك تحط الأمر هذا في المكان الصحيح تتعامل معه بطريقة صحيحة. طب إذا هذه كلها هي فوائد لعملية التحكم في العواطف، طب إيش الأدوات اللي نحن نقدر نستخدمها عشان نقدر نتحكم في هذه العواطف؟ طيب حنبدأ على سبيل المثال هذه بعض الأدوات. حعمل تقييم منطقي لأي موقف أنا أمر فيه. الآن أنا في انفعالي، الآن أنا في لحظة زعلي، أبدأ لا قبل ما أعمل أي ردة فعل أبدأ أقيم الموقف، هل هذا فعلا الشخص هو كان مستقصدني أو كان إنه ناوي إنه فعلا يعمل لي هذه الحاجة عشان كده أنا هعمل له ردة فعل هذه؟ لا لا، ردة الفعل هذه ما هي مستاهلة إنه أنا والله تكون لهذا الموقف. تحويل الانتباه، وقت ما أنا بكون مثلا في على سبيل المثال في موقف ضغط ستريس ولا مش عارف إيش ولا حاجة زي كده، أبدأ أحول ممكن هذا الموقف أو عميل اللي أنا مثلا جاي زعلان أو بينفجر علي، أحول واحد من زملائي الثاني أقول له والله شوف معليش يا عمي هذه الحاجة أنا ما أقدر أخدمك فيه، لكن ممكن أدخل للأخوان جوا في المكتب أو مدير المكان هو ممكن يقدر يفيدك في هذه النقطة بشيء من التحليل. هذا كمثال، وقيس عليها في أمورنا الحياتية أمثلة كثير على حكاية تحويل الانتباه لشخص آخر بدال ما اللود أنت يكون عليه. أيضا التخطيط الإيجابي، دائما تخطط أنت بشكل إيجابي عندما لا سمح الله والله أنا إذا صادفت في طريقي شخص ما وقاعد يدخل علي سقط علي، هل أنا كمان أقعد أسقط وراه ولا أقعد أعمل زي الدوريات ومطاردات وأقعد أجري وراه فين ما يروح، ولا زي الفيديوهات اللي شايفينها دحين صارت منتشرة يقعد هذا يتخابط بالسيارة وهذا يخبط وهذا يخبط وشوية الاثنين يتقارب؟ ليش أخطط أنا مسبقا بشكل إيجابي لو صارت لي حاجات زي هذه المواقف؟ كيف أتعامل ممكن معها؟ كيف ممكن ممكن أحمل أنا تطبيق كلنا أمن في جوالي، أبدأ ممكن أصور لوحته، ممكن أرفع على 911 وأقول لهم الشيء اللي صار معايا وأخذ رقم اللوحة وأنا واقف من غير ما أعمل حاجة كبيرة. كده أنا خططت مسبقا لإيش، لأي حاجة ممكن أو ظرف سيء أنا كيف أتعامل معه، وقيس عليها يمكن حتى برضو في المشاعر الجيدة والإيجابية كيف أنا أخطط ليها بشكل إيجابي مسبقا قبل ما تصير. أطلب المساعدة، من الأدوات إني أطلب المساعدة. شفت واحد مثلا جاني والله بيستفزني، ما في مشكلة أرفع السماعة على اللي هو السكيورتي، أطلب من زميلي يساعدني معلش الله يسعده. إذا أنا والله اليوم تعبان ماني قادر أشتغل ماني قادر أسوي معاملات الناس، أطلب من زميلي إنه يأخذ جزء من معاملاتي. وقيس عليها أمور كثير، كبت الانفعال، كبت الانفعال هذا من أهم الأدوات اللي ممكن نحطها نحن تاج على هذه الأدوات اللي ذكرناها. ولي أمثلة كثير حأوردها لكم إن شاء الله في الفيديو التالي، وهو بيتلخص عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ووصيته لأحد الأعراب وقال له لا تغضب. خلينا نسمع كده سوية وتفسير الشيخ صالح الحيدان عليه. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، وردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري ومسلم. الغضب من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم
يوصي كل إنسان بما يرى أنه الأليق، أنه الأليق به والأنفع له، يستوصيه أحد بأن يوصيه فيقول لا يزال لسان ترفع من ذكر الله إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مما يطفئ الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويبدو أن هذا الرجل الله أعلم كان سريع الغضب، فلما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الناس ثلاثة أصناف، منهم سريع الغضب، سريع الفيئة أي الرجوع عن الغضب يقول عليه السلام هذه بدم، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيئة فيقول هذه بدم، ومنهم سريع الغضب بطيء الفيئة. وبطيء الغضب سريع الفيئة، هذا الأخير هو الأحسن والذي قبله هو الأسوأ. والغضب من شأنه أن يولد حجازات ويبعث العداوات والمنازعات والخصومات، ويجر إلى التنافر والسلاح وسفك الدماء. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام بما يعالج به الغضب كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إن رجلا لاح آخر أحمر وجهه وانتلخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب ما يجد. فرجل معي قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الرجل لما قيل له ذلك قال أنا مجنون. والنبي أمر صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا غضب إن كان ماشيا فليقف، إن كان واقفا فليجلس، وأمر أن يتوضأ الإنسان وضوء الصلاة إذا غضب، يقول إن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وإنما يطفئ الماء النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير يرفعنا في ديننا ودنيانا إلا ودلنا عليه الصلوات الله وسلامه عليه. فالغضب يفرق بين الزوجين، يفرق بين الأحبة من الأصدقاء، يفرق بين الإخوة، وربما فرق بين الأب وابنه والابن وأبيه والأم وابنها. ومن وفقه الله جل وعلا لمعالجة الغضب والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وصرف النفس عن الاستسلام له وفق إلى خير عظيم. طيب عند العنصر الأخير، العنصر الرابع اللي هو استخدام العواطف. استخدام العواطف هي المرحلة الأخيرة اللي أنا مهمة في سلسلة عناصر ومكونات العواطف أو الذكاء العاطفي، اللي لازم نأخذها في عين الاعتبار بعد ما تعرفت إيش هي عواطف الشخص أو مشاعر الشخص وتعابير الشخص اللي بيكون فرحان وسعيد. وبعد كده تعرفت أنا على حكاية اللي هو فهمت العواطف هذه إيش ليها من آثار ومسببات وإيش تتسبب في حالة للشخص، من سعادة من طاقة من والله ما قدر يتعاون مع الناس وسعة صدره. بعد كده أنا بدأت تحكمت في مستويات الإثارة عند انبساطي أو زعلي أو غضبي وكبتها. أبدأ أستخدم العواطف في الشيء اللي أنا أبغاه، أبدأ أنا في عملية إقناع الشخص. أنا وقفت أو كبت هذا الغضب،
فإيش العواطف والأشياء اللازمة اللي أنا حبينها للناس وحستخدمها عشان أقدر أكون وصلت للنتيجة اللي أنا أبغاها وتكون واضحة. طب استخدام العواطف في سلسلة اللي هو الذكاء العاطفي بيعطينا الفوائد التالية. أول حاجة بيدينا تحسين على أدائنا مع الناس وتعاملاتنا مع الناس. حتيجي تقول والله إنه حتيجي تلقى مجموعة من الناس كثيرة راضية عنك في تعاملك معهم، مبسوطة، زوجتك، والدينك، عيالك. لما بدأت أنت خلاص صرت تكبت من انفعالاتك، مو من أقل كلمة على طول الضرب مع فلان وعلان، وكل يوم أنت في مراكز الشرطة وفي المستشفيات ومش عارف إيش. لا، حسنت من حياتك، جودة حياتك صارت أفضل، صارت حتى مستوى كبتك للضغوط وطريقة تعاملك معها صارت غير، فصرت ضغطك منخفض وصار ضغطك طبيعي. ما أنت طول الوقت متنشن تعبان وعندك ضغط وضغطك عالي ومرتفع ومهما تأخذ من علاجات ضغط ما هو فايد معك. بديك أيضا فائدة التأثير في الآخرين، في طبعا في إنك أنت بتحاول توصل رسالة مهمة أو إنك تتناقش مع أحد من عائلتك، توصل باللين وبالكلام الكويس وبالذكاء العاطفي لهم المعلومة بشكل جميل. تقدر تعمل إدارة جميلة في الخلافات، وحتكون دائما محضر خير عند أي انفعال لا سمح الله أو خلاف. طبعا الدين ديننا الإسلامي بيدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى التعامل الجيد مع الناس ومع الخلق. هنشوف في هذا الفيديو جزئية عن هذا الموضوع. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الناس سواء بسواء، فأمر الله نبيه في آيات قرآنية بليغة أن يدفع عن نفسه بالتي هي أحسن. قال العلماء أي يقابل الفاحش بالحلم والذي فيه غضب بالصبر، ومن فيه رضا بالمدارة وما أشبه ذلك. واضح؟ كان أمير المؤمنين كان يقول عجبت لمن يستعمل سيفه والصوت يكفيه، وعجبت لمن يستعمل صوته واللسان يكفيه، وتعجب ممن يستعمل لسانه والإشارة تكفي. يعني إذا كان من أمامك الإشارة تكفي لحد لا تتكلم، وإذا كان من أمامك الكلام يكفي لحد لا تغلب الصوت، وإذا كان الذي أمامك الصوت يكفي لحاجة أن تضرب به بالسيف. والمراد قوله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني ينقلب إلى أن يكون وليا حميما. ثم قال رب العزة وما يلقاها، أي هذه الخصال العظيمة، إلا الذين صبروا. إذا الصبر رأس في كل خير، رأس في كل خير. وما رب العزة الصبر. طيب كده عرفنا اللي هو انتهت اللي هو رحلتنا في دورة الذكاء العاطفي. هل يوجد عندكم أي استفسارات قبل ما أعمل مراجعة سريعة للدورة؟ هل أي أحد عنده استفسار؟ والله يا أستاذ نايف الله يبيض وجهك، أتوقع إذا بدأنا في الاستفسارات ممكن ما حتقدر تراجع. طيب إذا المراجعة سريعة وبستعرض كده قصة بسيطة عشان أعطي اللي هو إيش هو أهمية الذكاء العاطفي. تفضل. طيب الله يعطيكم العافية. تناولنا في هذه الدورة أنواع الذكاءات المتعددة، وقلنا إنه العالم في نظريته جان ماير جراند بيقول إنه في للشخص ذكاءات متعددة عن طريقها كل شخص بيتكون أو هو بيكون عنده نسبة معينة من هذه الذكاءات
الذكاء اللي بيكون نسبته عالية عن أي شخص هو بيبان في مهاراته وبيبان في أعماله، حيبان في نشاطاته في مهاراته. فكل شخص عنده قدرة إنه ينمي هذا الذكاء عن طريق اللي هو إنه يحضر دورات، برامج تدريبية، يتدرب من شهر لسنة إلى أن يثقل هذه الذكاء إلى المستوى اللي هو يبغاه. بعد كده عرفنا الذكاء العاطفي وقلنا إنه هو عبارة عن المقدرة عن معرفة مشاعرك ومشاعر الآخرين، وتقدر تفرق بينهم متى أنت مبسوط وإنك وهذاك الثاني ممكن يكون هو زعلان، وما هو شرط إنه أنا أكون نفس المشاعر ويكون غيري أخذها كمان أو هو بيتمثل فيه، لا لازم يكون في تفريق إنه بين مشاعر ومشاعر الناس اللي حولي، وكيف أقدر أثر أنا ليها بالطريقة القويمة أو الصحيحة. تعرفنا على عناصر الذكاء الأربعة وأن هي مهمة في الشخص اللي يبغى يكون ذكي عاطفياً، إنه يتعرف على هذه الأربعة. أول حاجة لازم يتعرف على العواطف، ثاني حاجة لازم يكون يفهم العواطف هذه، ثالث حاجة حكاية يتحكم في العواطف، رابع حاجة على حكاية اللي هو استخدام العواطف في عملية الإقناع، في عملية التعامل مع الناس من حوله. قلنا إنه أهمية الذكاء العاطفي تتمثل في إنه ديننا الحنيف أمرنا بهذا الشيء. رسولنا الكريم قدوتنا كان يتمثل في جل أنواع الصور في ذكائه في تعامله مع الناس، مع أسرته، مع الناس في المدينة، مع الناس في دعوتهم إلى الإسلام. فمن هنا تنبع أهمية اللي هو الذكاء العاطفي. ما نبغى إنه يكون دائماً الحياة فيها بؤس وتعيسة. إنسان ممكن بنسمع إحنا أخبار كثيرة وقصص كثيرة إنه الشخص ضرب حرمته، ليش؟ بس عشان قال له سوي لي أكل وهي ما قالت لا ما أبغى أسوي. لازم يكون عندك ذكاء عاطفي تتريس، تمسك نفسك، تكبت نفسك عند الانفعالات، تبدأ تتناقش، مو كل حاجة بالغضب والاستفزاز. حابب أختم بقصتين هذه هذا اللقاء. عندي يحكى إنه في رجل كان دائما يزهم حرمته ويقول لها يا فلانة، يتكلم معها ويزهمها دائما ما بترد عليه. استغرب إيش بها ما بترد عليها، خاف إنه لا تكون لا سمح الله عندها مشاكل في السمع وزي كذا، فما حب يقول لها أصلا. راح يستشير دكتور في هذا الخصوص. قال له الدكتور شوف، أرجع البيت أبغاك تنده حرمتك من بعد 10 أمتار، تزهمها، فإن سمعتك قل لي، وإن ما سمعتك أبدأ أقرب لخمسة لاثنين لحد أن توصل مرة جنبها لصيقة، وقل لي في أي بعد هي بتسمعك عشان أقدر أنا أني أعرف مدى لهم انخفاض سمع. المهم رجع البيت، راح على بعد 10 متر وقام يقول له حبيبتي اليوم إيش طبخة على الغداء؟ ما ردت عليه. جاء قرب شوية 5 متر قال لها حبيبتي إيش اليوم طابخة على الغداء؟ برضو ما ردت عليه. قرب كمان 2 متر برضو ما ردت عليه. آخر حاجة جاء ضمها من ظهرها من خلفها وقال لها حبيبتي إيش اليوم طابخة؟ قالت له هذه أنا رابع مرة بقول لك إنه أنا طابخة رز بخاري. أوف إيش رسالة؟ صاحبنا كان يحسب إنه زوجته هي اللي كانت فيها المشكلة، طلعت المشكلة منه هو، هو اللي عنده حكاية قصور في السمع، هو اللي ما كان سامعها. فنحن دائما في عملية الذكاء العاطفي إنه دائما تدعونا إلى التحلي بالصبر، بكبت انفعالاتنا، باللي هو إنه أنا أعذر الآخرين ولا أستبق الأحداث وأحكم عليها بسرعة وأعمل اللي هو ردات فعل بسرعة وما تستاهل. لازم يكون في تقييم واضح للأمور. في قصة أخيرة أيضا العذر منكم حقولها بس جدا جميلة، وهي أيضا بتفيد في عملية الذكاء العاطفي، قصة جنكيز خان وصبره. يحكى أن طبعا زي ما أنتم عارفين جنكيز خان من الناس اللي بيحبوا رحلات البر كتير. كان عنده صديق الصدوق وهو صقره، هذا كان ما في أي رحلة يروح للبر إلا لازم يكون موجود على يده، يحبه جدا كثير. المهم في مرة من المرات ذهبوا إلى رحلة وما كانوا متجهزين لها مرة كثير،
المهم بدؤوا يصيدوا مش عارف ايه وابتعدوا عن المملكة حقتهم وانقطع عنه الزاد وحتى شرب الماء خلص. فصاروا عطشانين مرة، شاف هناك من بعيد في زي نقاط موية بتنزل من الجبل، أسرعوا ليها وقام خرج زي الوعاء بيجمع فيه لهذه الموية. طبعاً الموية مرة كانت قليلة زي النقاط مرة قليلة، وقعد فترة عباله لسه ما يجمع الموية. لما صارت كده شوية كمية يقدر يروي بيها عطش وضماء وجاي يبغي يشرب، اللي جاء الصقر حقه وطيح له إياه. غضب جنكيز خان، إيش بو هذا؟ رجع تاني مرة أخذ وعاءه وعب، قاعد يعبي برضو الموية. جاء للمرة الثانية الصقر برضو طيح له إياه. هنا مرة جنكيز خان زحل زعل وصار غضبه مرة كثير. المهم وقتها استل سيفه بيد وباليد الثانية قاعد يجمع الموية، جمع برضو شوية موية حاجة كده بسيطة عشان تروي بس الضماء. جاء الصقر للمرة الثالثة يبغى يطيح الوعاء، قام ضربه بالسيف. وقتها شاف صاحبه قدامه طاح في الأرض غرقان بدمه. وقتها كده هد شوية جنكيز خان وزعل، قال يا الله إني أنا قتلت صاحبي صديقي صديق الصدوق. زعل وقتها، بس وقتها قاعد بيتراوح في ذهنه ليش هو طب صقري كده كان صاحبي بيسوي هذا الشيء. طب خليني أنا معليش خليني أطلع لمصدر المية فوق وحشرب زي الناس وأشوف إيش الحكاية يكون في مشكلة. طلع المهم تسلق وطلع لمصدر الموية الينبوع، لقى فيها بركة جميلة جدا لكن للأسف فيها أفعى كبيرة ضخمة ميتة ومتعفنة في هذا الينبوع. وقتها إيش؟ وقتها ندم ندم مرة كبير. قال يا الله أنا غضبت وصاحبي كان منه مصلحتي، كان يبغى مصلحتي، كان خايف علي أني أموت. فوقتها رجع نزل واخذ صقره وصديقه ولفه وراح رجع للمملكة حقته وأمر مساعدينه وزراءه أنه يبنوا له تمثال من ذهب تخليدا لذكرى صقره وصديقه الصبو، وأمرهم أنهم يكتبوا عبارتين، واحدة على جناحه اليمين واحدة على جناحه اليسار، وكتب إيش فيها؟ صديقك يضل صديقك حتى وإن عمل أو حتى إن فعل ما لا يرضيك، صديقك يضل صديقك حتى وإن فعل ما لا يرضيك. وفي الجناح الثاني كتب كل فعل عاقبته أو كل فعل بسببه، في مفهوم يعني ماني فاكر نفس الكلمة لكن بيقول لك كل غضب بسبب أو كل ردة فعل بسبب الغضب عاقبته الإخفاق، كل ردة فعل بسبب الغضب فعاقبتها الإخفاق. عشان كده احنا بندعو من مثل هذه الدورات بأنه الإنسان لازم يتريث، لازم يكون عنده ذكاء عاطفي، يكون عنده برود، لازم يكون عنده طولة بال، لازم يتخذ أو يهدي نفسه قبل ما يتخذ أي قرار ويندم عليه. في الختام الله يعطيكم العافية وأقول سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. بارك الله فيك يا أستاذ نايف، يعني صراحة ما تتخيل قد كيف هذه الفوائد، وإن كانت تجري على لسانك كثير لكن نحن نثمنها يعني أي ما تثمين بصراحة. وإن كان الواحد منا قد حضر هذه الدورة، فدورتك اليوم صراحة كانت نقدر نقول هي الإضافة، هي الإضافة الحقيقية في هذا المجال. الله يسعدك، تسلم سيدي، هذا من زوجكم. بارك الله فيك. عندنا سؤالين فقط إذا كان يسمح وقتكم، نأخذ كم دقيقة كذا للأسئلة اللي وردت وبعد إذن سيد العميد. في واحد يقول هل الذكاء العاطفي، ما الفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي؟ زي ما قلنا إنه في البداية هو عدة مصطلحات لنفس الشيء. هو الذكاء العاطفي يطلق عليه الذكاء الاجتماعي، يطلق عليه أيضا مسميات أخرى. في بعض الكتب وبعض المؤلفات يذكروا بأنه مهارات الحياة، كانوا مسمينها مهارات الحياة. فالذكاء الاجتماعي هو نفس الذكاء العاطفي.
ممتاز. السؤال اللي بعده يقول كيف نستخدم الذكاء العاطفي في بناء علاقات في العمل مع الحفاظ على الحدود، والخطوط؟ جميل. إذا نحن طبقنا اللي هو نظرتنا للمكونات الأربعة أو العناصر الأربعة للذكاء العاطفي، راح نقدر نتملك وراح تكون مهارة الذكاء العاطفي أو الذكاء العاطفي هذا عندنا نسبة عالية. فننميه كيف؟ بطريقة أني أمسك عنصر عنصر. أول عنصر أنا أبدأ، والله أنا أعرف، طبعاً هذه المرحلة تقريباً كلنا نحن بنكون مرينا فيها وتعرفنا على إيش تمثله من تعابير ولغة جسد مشاعر الإنسان الزعلان أو الإنسان الحزين أو الإنسان السعيد. فإذا أول عنصر منجز. عنصر اللي بعده أنا بشوف هل أنا فعلاً عارف إنه كل مشاعر أو كل عواطف من العواطف هذه اللي ممكن تتملكني أو تتملك الإنسان، إيش ممكن ليها تتبعات فسيولوجية للإنسان؟ إيش ممكن تظهر عليه من ردات فعل؟ إيش ممكن تظهر عليه من حالة ممكن تتملكه؟ فهذه أهم نقطة أو أهم عنصر في الذكاء العاطفي. بعد كده أبدأ أنا أتحكم في هذه العواطف اللي تتمثل علي أو تتمثل على الناس اللي حولي عن طريق الأدوات اللي إحنا ذكرناها، منها تبدأ أنت تكبت انفعالك، منها تبدأ أنت تعمل تقييم منطقي للأمور، تطلب المساعدة وقت أنت عجزك أو أنك أنت شايف أنه مشاعرك ما تأهلك تعمل العمل الآن، أو أنه في واحد بيستفزك، ممكن أنت تحول الانتباه أنه تحيله إلى مديرك أو إلى أي شخص تاني ممكن أنه يساعدك في تقديم الخدمة أو في التعامل معه، حتى في حياتك، حتى مع زوجتك. شفت والله الحين واحد من عيالك الآن أو زوجتك مثلاً زعلانة منك، حاول أنك والله أوكي حول انتباهك أو أكبت أنت انفعالك معاها، أبدأ خلاص أخرج من البيت، أخرج من البيت عشان ما تتضارب معها. وبهذا الشكل صار العنصر التالي إن أنا أقدر أتحكم في مشاعري، مشاعر الناس اللي حولي. بعد كده العنصر الرابع اللي هو استخدام العواطف. أنا أبدأ كيف العواطف الصحيحة اللي استخدمها في هذا الموقف. أنا الآن كبت انفعالي إني ما أوقع في خطأ كبير وأطلق زوجتي أو أني أتضارب معها وتكبر المشكلة، ممكن حاجة تانية. فأبدأ أنا في مشاعر أخرى أنا ممكن أني أقدر أستخدمها، ممكن أهدي هذا الموقف، ممكن والله بحضر أقلل الغضب اللي فيها، ممكن بابتسامة، ممكن بكلمة طيبة أقول لها، هي أقلل نسبة اللي هو الانفعال اللي عندها. فكده أنا استخدمت بيها العنصر الأخير واستخدام العواطف. إذن أنا لازم إني أفهم وأعرف هذه العناصر الأربع. واللي حابب برضو أنا في تويتر إن شاء الله حرسل لكم السلايدات أو بشكل مختصر عن الذكاءات وكيف أنتوا الذكاء العاطفي كيف تقدروا تتعاملوا. يعطيكم العافية. طيب واضح الآن، بارك الله فيك. من هذا المكان نتقدم لك أستاذ نايف بالشكر الجزيل والثناء العميم العاطر على هذه المعلومات وهذه الساعة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمك أجرها وأن يجعل بركتها ممتدة في ذريتك وجميع شؤونك. أعزائي المشاهدين الحضور جميعا، نشكر لكم هذا التفاعل وهذا الإنصات، ونعدكم بإذن الله بكل ما هو مفيد وجديد. ونذكر الجميع أن صفحة مركز حي المسفلة على تويتر يتم إذاعة كل ما يتم تحديده من لقاءات وبرامج. وأستاذ نايف أنقل لك تحايا سعادة العميد الدكتور محمد المنشاوي، عنده مشكلة في الصوت فما هو قادر يتواصل معنا، لكن نقدم لك هذا الشكر، وأيضا جميعنا ممتنين لهذا. شكرا. إذن إلى لقاءات متجددة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.